حياكم الله مشاهدي قناة الجزيرة. نحن في بيت عزاء الشهيد أسامة الذي أعدمه الاحتلال صباح هذا اليوم، حيث كان برفقة زوجته عائدين إلى بلدتهم، بلدة بدو إلى الشمال الغربي لمدينة القدس المحتلة. فالتقى بهم عليهم النار، وادعى الاحتلال بأنهم كانوا يحاولون أو كان يحاول يعني أن يقوم بعمل ضد جيش الاحتلال، إلا أن زوجته الآن ستخبرنا أيضا بحقيقة الرواية وكل ما حدث معهم اليوم. سنتحدث بداية مع والدة الشهيد. عظم الله أجركم يا خالتي. شكرا الله سعيكم حبيبتي. خبرينا كيف عرفتي عن الخبر، إيش اللي صار؟ حبيبتي أنا على 3:30 نايمين، هذا سمعت في سيارة ناس يعني ديال الدار وإيش وهيك، هكيت قمت بحرت، لقيت أخوه كايم يعني من الغرفة، وقلت يعني بطلعش حمزة من الدار، هكيت بحرت على دار عمه، لقيت يعني واقفات مرت عمه وبنت عمه، سألتهن مرضين شكلن، بعدين يعني شفت مرت عمه هي محموكة وإشي، عرفت لحالي، قلت هذا بجوز حمزة أسامة مات. قالت لي بعرفش، انا بعرفش مصاب، وكنت اذا مصاب خذوني. حكيت يا حبيبتي بداروا عليه، اتشل سالكو خلص استشهد الله يرحمه، وما ياخذ مرته على الدكتور ومروحين. طيب اللي رايح خلت اسوي عملية بيك بجوز ريعة محسوم. اشي نهروا عليه وقف هلكيت، اجوا وقالوا له شو اسمك، واخذوا لي يعني اسمه، واخذوا فتشوا السياره في شيء شيء، خلوا تابعد وطخوه. مش حرام يا خالتي، بدم يطخوا شاب 45 سنه، شاب الدلال يحركوا قلب عليهم، ما يخافوا الله حتى ما يسعفوا شيء. في شيء دوله في العالم اذا بتصاوب واحد او بنجرح واحد الا يسعفوه، الا هان إلا هان بيسعفوش الواحد، بيخلوه يتصفى دمه وبعدين برموه. مش حرام يا خالتي، أنا أمي يا خالتي، كنت بنحرك وشي بدي أنسى، عمري بدي أنسى ابني اللي بكي قاعد عندي قبل ساعتين وبعد ساعتين مات يا خالتي. يا حبيبتي شي بدي أنسى يا حبيبتي، والله ما نعرف يا حبيبتي. يا حبيبي لو شفتي وانت نايم ميتة يا حبيبي، يا حبيبي تقولي لي غلطة انا ميتة، تقولي غلطة طيب، فتح عيني بحر فيا والله بتلاقي اني فتح عيني بحر فيا يا حبيبي. ليش بريء؟ لانه مش مسوي شيء، شهيد حبيب الله مرتين لحقتوه خلص. ليش يا خالتي ليش بصير فينا هيك؟ احنا الفلسطينية ليش؟ ليش احنا دمنا رخيص؟ ليش احنا شبابنا رخيصة؟ مش حرام؟ وشاب حرام ساعي في رزقته، راضي بالكليل، بربي في ولاد اطفال، هذول حرام دشرهم ومرته، حرام عليهم يا خالتي. مش حرام حركوا كلب منايمك وما تفاجأ ان ابني مستشهد يا خالتي؟ حبيبي يا خالتي الله يرحمه ان شاء الله ويتقبله يا رب ويصبركم. يعني كما سمعتم من والدة الشهيد التي تحدثت عن استهداف ابنها هذا الصباح وهو عائد، كان ذاهبا وزوجته إلى الطبيب، وكان عائدا من هناك على بلدة أو قرية بيت نبالة، هناك تم استهدافهم. أيضا أصيبت زوجته بعيار ناري وذهبوا سويا إلى المستشفى، ولكن يعني استشهد الزوج والزوجة الآن يعني غادرة المستشفى، سنتحدث معها. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. احكي لي إيش اللي صار معكم؟ أنتوا 3 الصبح كنتوا راجعين من عند الدكتور، شو اللي صار معكم؟ كنا رايحين على الدكتور عادي في شيء إشي في الطريق، وإحنا راجعين لقينا جبين جيش واقفين في نص الشارع، 2 وقفونا، وقفنا كانت في السيارة طفيناها، سألنا من وين جايين وجاوبنا وين رايحين، من وين انتو، قلنا لمن بده، قال طيب روح شغل السيارة وطلع. وبعد ما طلعنا بثواني صار يرشوا فينا رش، الأربعة جنود رشونا كسروا كل كذا السيارة نزلوا،
وسام بسوك يعني أقسم يعني أول ما سمع صوت رصاص صار يسوق سريع يعني دعس بنزين عالي. بعدين أنا انصبت في راسي بقول له أسامة أنا انصبت في راسي، بقول انصبتي؟ قلت لا أنا مش شايف أسامة، أنا تحت الكرسي قاعد هكي شفت السيارة بتروحي. بتطلع في أسامة اللي هو صايبين هان في راسه ودمه مغطي وجهه. مديت اجري سكت السيارة وبسكت أسامة، توصلت الناس والشباب نديت عليهم ياخذونا. يعني ما كانش في حتى اسعاف او اي شيء لكم؟ ما كانش حدا في الشارع، لقيت شباب في سيارة زمرت لهم تنزلوا لنا حملوه على الكرمل في بده. وصلنا الكرمل 5 دقائق اجت الامبولانس ورحنا طريق ترابية عشان ما نرجعش على الطريق نفسه لك الجيش. رحنا طريق التفافي عشان نوصل المستشفى. كنت مع أسامة وأنتم مصابين وما بتعتقدي أنه هو استشهد؟ ما عرفتيش أنه استشهد في وقت؟ استشهدش لأنه كان يتنفس وكنت متابع فوق رأسه قاعد يعني، بس دم عبى كل الأمبولانس. الاحتلال بدعي أنه كان بده يعمل عملية ضد الجنود؟ لا ولا عملية ولا إشي، قالوا لا اطلع، احنا مروحين دكتور، قالوا لا اطلع روح روح. طلعنا وصار يطخوا علينا. يعني هاي جريمة الاحتلال في حتى الناس الآمنين أو يعني بدون ما يفعلوا شيء يتم تلفيق تهم لهم ويعني استهدافهم. بالضبط بالضبط هذا اللي صار. إيش بتقولي اليوم للعالم اللي يمكن بيسمع الرواية أحيانا من الإعلام الإسرائيلي اللي بيقول في عملية في فلسطيني يحاول استهدافهم بالتالي تبرير لإطلاق النار؟ اليوم أنت بروايتك اللي أنت شاهدة عليها بقول لازم يعني تحاولوا، لازم يكون يعني حقوق الإنسان، إلنا حق نطلع نتنفس نمشي، كل ما نمشي 5 سنتي بدنا نلاقي محسوم، نلاقي حد ياخذ هوياتنا، نلاقي حد يصفنا على جنب 2 أو 3 ساعات. خلاص تعبنا من هالحياة. أسامة الله يرحمه ونال الشهادة ونيال، الله يرحمه شهيد، الله يرحمه، الله يرحمه ويتقبل إن شاء الله. يعني أيضا هذه رواية زوجة الشهيد التي كانت أيضا مع زوجها أثناء عودتهم في قرية برنبالة القريبة من هذه البلدة التي يعني يفترض بأن أسامة منها. تقول الزوجة بأن الاحتلال أوقفهم وفتشهم وأخذ هوياتهم ومن ثم يعني طلب منهم الذهاب، وحين ذهبوا مباشرة أمطروهم بالرصاص، أصيبت الزوجة وأصيب الشهيد الذي يعني فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى. أيضا يذكر بأن الشهيد 42 عاما ولديه 5 أطفال، كان ذاهبا وزوجته إلى الطبيب عند 3 فجرا، وأثناء عودته من هناك استهدفه جنود الاحتلال. ودع الإعلام الإسرائيلي بأن أسامة كان يحاول تنفيذ عملية، لكن زوجته التي كانت شاهدة على كل ما حدث قالت يعني قالت الرواية كاملة وقالت روايتها كاملة، وأيضا بأن الاحتلال هذه جريمة احتلالية جديدة ارتكبت بحق فلسطيني أعدم بالرصاص وهو يعني يمارس حياته الطبيعية. هذه مشاهدينا كانت الرسالة من بيت عزاء الشهيد أسامة منصور إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة.